السؤال المهم دلوقتي اللي بيطرح نفسه، متى تنتهي الموجة الحارة وترجع الحرارة للمعدلات الطبيعية؟ أرجوكوا أرجوكوا طمنونا يرحمكم الله. دكتور إيمان شاكر، مدير مكتب الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أهلا بك يا دكتور إيمان. يا دكتور إيمان الخط قطع، هنرجع مرة تانية لدكتور إيمان. بص، الدنيا حر، الدنيا حر، احنا كلنا قاعدين مستنيين الموجة الحارة دي تنجلي امتى وتبعد عننا امتى، قول يا رب. المهم يعني التزم بس انت بشوية برضو حاجات بالمناسبة احنا كلنا بننسى ان احنا هنعملها في ظل زحمتنا اليومية. اشرب مية كويس، ده بالمناسبة لازم يعني عشان تخلي جسمك دايما مستعد لتقبل الموجات الحر. العالم احنا كلنا عارفين بيعاني من التقلبات المناخية والمتغيرات المناخية، وحاجة آخر لخبطة بقت حاصلة في هذا الكوكب. وديك شفت احنا لما جت مصر استضافت كوب 27 وتترأس هذا الموضوع حتى نهاية يعني قبل نهاية العام، حتى نوفمبر القادم، بعد كده هينتقل كوب بقى 28 في الحالة دي لدولة الإمارات العربية شقيقة. العالم فعلا أصبح مهموم بهذه المتغيرات المناخية. أديك بتشوف أخبار كتير حواليك في كل حتة، الحق ده مش عارف حصل إيه في هولندا، ده حصل إيه في كندا، ده حصل إيه مش عارف في القطب الشمالي، القطب الجنوبي، أمريكا، الصين، روسيا، كل حاجة. العالم بقى غريب، ما بقتش عارف امتى تبقى الدنيا حر، امتى تبقى الدنيا برد. الدول اللي كانت شديدة البرودة اصبح بتحصل فيها موجات من الحر تؤدي الى حرائق غابات بعد ما كانت الدول شديدة البرودة. بلاد ما كانش بيلمسها المطر بقت بتغرق مطرة، بلاد عمرها ما شافت التلج بقت بتشوفه، حاجة في منتهى الغرابة. فانا بس عايز ارجعك تاني، الجو اللي موجود ده اتعامل بقى معاه، لازم تشرب مية كويس، لازم قدر الإمكان تبقى واقف في أماكن ظل. في ناس كتير جدا من أهالينا شغلتهم بتحتم عليهم إن هم يبقوا موجودين في الشمس زي المهندسين والناس اللي بتشتغل في طائفة المعمار والبناء والتشييد وما إلى ذلك. كل الناس دي تبقى واقفة في الشمس من صباحية ربنا، لقمة عيشه كده. فاحنا دايما ننصح بانه ايه، اشرب ميه كويس، تجيب مثلا حاجه كده تغطي بيها راسك، شال ابيض، كلام من ده، حاجات زي كده، بحيث انك انت ايه تقدر تتعامل وانت خارج البيت او خارج المكتب او ايا كان او خارج المصنع في ظل هذه الحراره. بس خلينا الاول نعرف الموجه دي هتنجلي ولا ايه. دكتور ايمان شاكر، مدير مكتب الاستشعار عن بعد هيئه الارصاد، اهلا بك يا دكتور ايمان. اهلا بحضرتك استاذ يوسف، واهلا بكل الساده المشاهدين. ازي حضرتك يا دكتور، كله كويس؟ الحمد لله. طمنينا على الجو والنبي يا دكتور ايمان، الله يخليكي، تعبنا خالص. طبعا يعني لا كلنا طبعا. الو الو، ايوه يا دكتور، بقول لحضرتك طمنينا، الموجه دي تخلص على امتى؟ هو طبعا احنا بقالنا اسبوع تقريبا بنتاثر بالموجه الحاره، وطبعا هي بتاثر على جمهوريه مصر العربيه ودول الشرق الاوسط وطبعا شرق وجنوب اوروبا، وطبعا هي الموجه بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي اللي بيأثر علينا دايما في شهر يوليو واغسطس، وطبعا ده بيؤدي لارتفاع درجات الحراره وايضا نسب الرطوبه. طبعا المتوقع خلال الايام القادمه ان شاء الله من يوم الخميس ليوم السبت هيكون في انخفاضات طفيفه في الحراره بحوالي من درجه لدرجتين تقريبا، هتوصل ل 36 درجه على القاهره، لكن هتعود للارتفاع مره اخرى الاسبوع القادم. طبعا هي احنا اعلى من المعدل بحوالي من درجتين بالظبط، لكن مع درجة الرطوبة المرتفعة بشكل كبير ده بيزود إحساسنا بالحرارة اللي بتوصل فيها ما بين 40 ل 41 درجة بسبب الرطوبة، وطبعا التعرض المباشر لأشعة الشمس ده إحنا بننصح بتجنبه تماما، وخاصة الفترة من الظهر لبعد العصر. وعايز أطمن برضه كل السادة المشاهدين إن الموجة الحارة تعتبر في مصر تأثيرها أقل من الدول المحيطة، فلو اتكلمنا عن دول الخليج العربي فدرجات الحرارة في تونس وفي العراق بتتجاوز ال 50 درجة، ولو اتكلمنا عن دول أوروبا فأسبانيا وإيطاليا واليونان درجات الحرارة تجاوزت ال 44 درجة، يعني بتسجل أعلى من القاهرة بكثير جدا. فيعني الحمد لله إن تأثير الموجة إلى حد ما على جمهورية مصر العربية في الأرقام المعتادة وما بلغش أرقام قياسية ولم يسجل أرقام غير معتادة عليها حتى الآن. ويمكن بقى الحرارة مع الرطوبة فبتشعرنا بالمزيد من الإحساس بإن إحنا تعبانين حرانين، بالمصري كده مفرهدين خالص.
ده حقيقي فعلا، لان الرطوبه معناها ان دي بتزود نسبه بخار الميه في الهواء، فبالتالي بتقل نسبه الاكسجين، فبنحس ان احنا مش قادرين نتنفس بشكل طبيعي، وده دايما اللي بيحسسنا بالاختناق وان احنا مش مرتاحين، مش قادرين ناخد نفسنا بشكل طبيعي، وده بيكون بسبب الرطوبه المرتفعه. طبعا الرياح الشماليه الشرقيه والشماليه الغربيه بتعدي على البحر المتوسط، فبتتحمل بكميات عاليه من الرطوبه، فده اللي بيؤدي للاحساس بالاختناق وعدم الراحه والشعور طبعا بالعرق اثناء فترات النهار، فده كله بسبب الرطوبه المرتفعه. ويمكن ان بدانا نشوف شبوره كثيفه في الصباح الباكر، أيوة. تكون بدري قوي تقريبا من الساعه 4 الفجر للساعه 6 صباحا، لكن سريعا ما بتنتشر مع السرعه اشعه الشمس، وده طبعا نتيجه لتاثير الرطوبه المرتفعه. هتقعد كده تقريبا اسبوع كمان ولا ايه؟ يعني نقدر نقول ان احنا حتى الان مستمرين لمده اسبوع، لكن مع الانخفاضات الطفيفه اللي هنشهدها الثلاث ايام اعتبارا من الخميس للسبت، وترجع ترتفع الحرارة مرة أخرى، فيعني ممكن نحس إن الأيام دي أكثر يعني أو إحساسا شوية من الخميس للسبت، وترتفع الحرارة مرة أخرى، لكن إن شاء الله بعدها يبدأ يكون في انخفاضات تدريجية في الحرارة. طيب أنا بشكرك جدا يا دكتور إيمان، كل الشكر ليك يا دكتور إيمان شاكر، مدير مكتب الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد. بصوا يا جماعة، خلاص إحنا كده عرفنا إنه إحنا قدامنا تقريبا أسبوع، فنخلي بالنا.